مساء الخيرات على مشاهدي الأكيل الجمالي في كل مكان في العالم. أهلا بيكم وحلقة جديدة. إحنا في الشارع برضو وعربية برضو، ولكن المرة دي إحنا في المقطم أوف شارع 9 وأميجوس عربية بتقدم أكل مكسيكي. خلينا بقى نشوف دلوقتي في الحلقة إذا كان أكل مكسيكي بجد ولا مكسيكي متمصر ولا مجرد مكسيكي الروح. متمصرة بس مش بزيادة. دي متمصرة وكل حاجة بس برضو الستايل المكسيكي. مساء الخير يا محمد. مساء النور. هنبتدي انت واحمد صديقين عملتوا عربيه. تمام. نبتدي ليه اخترتوا المقطم؟ لان احنا اساسا من المقطم. حلو. ساكنين في المقطم فحته جنبكم. نمره 2 ليه اخترتوا مكسيكي؟ احنا حاولنا ان احنا نخرج بره الفكره المالوفه المنتشره ان احنا نعمل حاجه جديده وفي نفس الوقت ما نكونش مكوناتها بعيده قوي عن الاكيل المصري يعني. طب انت واخد الريسبيز المكسيكي ولا ممصرينها؟ يعني في حاجات زي الفاهيتا دي احنا اللي بنعملها ودي يعني الفاهيتا قصدك اللي هي الفراخ بالفلفل والبصل وده. دي اصلا خلطه مكسيكيه احنا جايبينها. تمام. بالنسبه للحمه نفس الكلام. في حاجات احنا بنعملها جاهزه لان احنا ما عندناش الامكانيات كعربيه ان احنا نجهزها زي الستريبس زي التورتيا. المكونات دي بس احنا برضو اخترنا اماكن بتعمل الكلام ده كويس جدا وجربناها كذا مره فبناء على الكلام ده تم الاختيار على الاماكن دي. طيب بس انت البهارات بتاعتك او الحاجات المستخدمه مصري مش المكسيكي. مصري بس هي الاكل المكسيكي مش بعيد قوي عن اكلنا. يعني الفراخ او طريقه التتبيل او الكلام ده كله مش بعيد عننا. اوكي. الفكره بس في شويه مكونات زي الريد بينز والبلاك بينز والحاجات دي متوفره في السوق المصري. الافوكادو برضو يعني من المكونات الاساسيه في الاكل المكسيكي. بس انت بتستعملهاش. بس انا ما بستعملوش لان هو في مصر مش متوفر طول السنه. لا بس الافوكادو دلوقتي بيتزرع في مصر بقى موجود يعني. هو الفكره كلها ان هو الجوده بتاعته مش زي هو اصلا موجود في المناطق الاستوائيه اكتر فهو الجوده بتاعته مش زي مصر والتعامل معاه ان هو بيبوظ بسرعه مع الحراره والكلام ده كله فهو ده سبب استبعادنا ليه. بس ان شاء الله احنا بنحاول نلاقي حد بيكون بيعمله جاهز بطريقه كويسه الجواكامولي نفسه بالظبط. اوكي. بس ما يعني ما عنديش اسئله كتير. انا اللي فهمته من كلامك انه مكسيكي متمصر بالظبط. اوكي. عشان يمشي كمان مع ذوق مصر. طب رد فعل الناس اللي جات لك ايه؟ الناس كلها مبسوطه الحمد لله من الاكل. المكونات نفسها احنا مختارين انضف المكونات في كل حاجه بدايه من التورتيه للجبنه للحشو نفسه. الفراخ واللحمه احنا اللي بنعملهم بنفسنا وبنتبلهم بنفسنا. حتى الفلفل الالوان احنا اللي بنجيبه وبنقطعه. ايوه اهم حاجه الفلفل الالوان. اهم حاجه طبعا. بتجيبوه انتوا اللي بتجيبوه وتقطعوه نفسكم. ما بتجيبوش متقطع. بننقيه بالواحده وبنغسله بالواحده. طيب اوكي. طيب احنا نخش في الجد على طول ونخش على الاكل ونقول راينا زي ما بنعمل دايما بكل صراحه. تمام. ميرسي وربنا يوفقك.
اول حاجه هنجربها تاكوس بوريتوس والناتشوز. الناتشوز مش هنجربها قوي، هنجرب الصوص بتاع لان الناتشوز جاهزه مش هم عاملينها. التاكوس واخدين اللحمه والفرايد شريمز، طبعا عيش التورتيه برده مش هم اللي عاملينه، فبالتالي احنا بندوق الخلطه اللي هم اختاروها للاكل بتاعها. التاكوس مشكلته انك لازم هتوقع وانت بتاكل لان هو بيبقى مفتوح كده. تاكوس الفراخ حلوة، حقيقة حلو. في تويست ليمون كده باين قوي او لايم. نجرب الجمبري، بيحط عليه سويت شيلي. حلو. حلو. هنا عايز ادوق الخلطه بتاعتهم. برضو ليمون قوي. دي حاجه حلوه مش وحشه. وبعدين البوريتوس اللحمه. ده شكله. مليان قوي، حلو. عاجبني ان هو مخدوم. مقدمين الفكرة ببساطة، متمصرة بس مش بزيادة، فبالنسبة للمصريين هيبقى شكل هيبقى الطعم حلو، اللي هو الحرش ده، الأكل المكسيكي عامة حرش، اوكي، وفي نفس الوقت يعني عامل بالانس حلو بالنسبة لنوع عربية في الشارع بتعمل أكل مكسيكي. أنا عاجبني يعني، أنا شخصياً لا مش سد جوع، أنا عاجبني الطعم جداً. الأسعار مكتوبة فأنا مش هقولها، هنبقى نجيب الكاميرا عليها وننتقل إلى الفقرة التانية. في الفقرة الثانية
هبتدي بالبرجر راب. 150 جرام لحمة، نوعين جبنة، في صوص تاني مش عايزين نقول اسمه بس مشهور، في خس وبصل، برجر انا في رأيي انا كان محتاج سنة سوا كمان، بس هو كده يعتبر ميديوم يعني. طعمه حلو. احنا دقنا برجر بانواع عيش مختلفة وبانز وبراب كمان، طعمه حلو. نيجي للكاسادية. اول ملاحظة عندي ان الكاسادية من بره مش مزيتة، ودي حاجة حلوة قوي. هما هنا عاملينها بالفرايد شريمس، وبرده في ميكس جبن. هو كان فيه هنا جمبرياية بس انا اكلتها وهما بيظبطوا الصوت يعني، عشان بس ما نظلمش الناس. حق ربنا هي طعمها حلو، بس انا حاسس ان الفرايد شريمبس او الجمبري البانيه يعني مديه غربي اكتر منه مكسيكي. يعني انا كنت يعني انا متوقع ان الفاهيتا جمبري، انا فتحتها عشان تبصوا عليها، متوقع ان الفاهيتا جمبري هيعجبني قوي، لان هي الفكره المكسيكي. هما عندهم كل حاجه على الجريل وكده، بصل وفلفل الوان وبتاع، وبيحطوا سويت كورن وفاصوليا حمراء وفاصوليا سوداء والكلام ده. دي متمصره وكل حاجه، بس برضو الستايل المكسيكي. الاثنين طعمهم حلو، بس واحد مدي اكتر على المكسيكي وواحد لا. فالكاسادية بالذات حاسس ان هي متمصره زياده. بعيدنا عن الاكل المكسيكي، روحه اللحمه المفرومه والصلصه الحمراء، و مش عارف اشرحها لكم ازاي. انا مش خبير اكل مكسيكي بس عشان نبقى متفقين يعني، بس من تجاربي في المطاعم اللي بتقدم اكل مكسيكي، دي كاسادية فراخ يعني حماتي بتعملها لنا في البيت، اللي هي بالفلفل الالوان بالفلفل الالوان، هو حاطط ميكس جبن. فتاني بقول لك الذره والكلام ده طعمها حلو، بس مش مدية على المكسيك. ونفس الحاجة مع الجمبري البانيه، طعمه حلو بالجبنة وكده وانجوينج يعني، هتنبسط بس بعد شوية عن فكرة المكسيك. البرجر راب طعمه حلو جدا، بس مثلا كان عايز عليه لحمة مفرومة بالطريقة بتاعتهم يعني. تخيل برجر باللحمة مفرومة، بيحط لحمة مفرومة على كل حاجة. ف متفق في الطعم، مختلف في التسمية، ولكن أنا عربية في المقطم في الشارع في مصر، فمقبول الاختلاف اللي أنا بتكلم عليه ده، مقبول جدا كمان. أنت في الآخر بتتكلم على فاست فود طعمه حلو ومختلف، ويعني يقوم بالواجب. هو مش مكسيكي، ما تتوقعش إن أنت تيجي تاكل المكسيكي الأصلي، ولكنه حاجة بديلة طعمها حلو. الفقرة الأولى أنا بالنسبة لي كانت مكسيكي أكتر شوية من الفقرة التانية، مع برضو اختلاف الجمبري البانيه. كده وصلنا لآخر الحلقة. مبسوط من المجهود ومبسوط من الفكرة، رغم إن أنا استغربت يعني أنت هتعمل عربية أكل شارع، يعني دي هيبقى عليها إقبال الناس هتقول تعالى ناكل ستريت فود مكسيكي؟ معرفش، هو اللي يقدر يحكم حسب إقباله يعني، إقبال الناس على الفكرة بتاعته ولا لأ. ولكن إن جنرال فكرة ان شباب ياخدوا مكان ويعملوا عربية اكل وبتاع، ده حاجة انا بحبها ومجهود مشكورين عليه. كل ما هو بوريتوس والعجين المعجنات المستخدمة في الاكل هي حاجات جاهزة،
بس هما مستنضفين يعني، مختارين براندز حلوه، براندز طعمها حلو والتنفيذ بتاعها حلو، ما تكسرش بتاع، ما بتقطعش. فكره عجباني، ارجو ان هما ينجحوا، لان كل ما كان في تنوع في اللي متقدم في سوق العربيات وسوق شوارع الاكل والكلام ده كله، كل ما كان نجاحها اضمن. ما يبقاش كل العربيات في الشارع بتقدم يا كبده وسجق يا برجر وهوت دوج. حلو ان يبقى فيه افكار جديده، وفعلا من قلبي نفسي ان هما ينجحوا بشويه تعديلات بسيطه في الطعم عشان يقربوا ان هما فعلا يكونوا بيقدموا حاجه مكسيكي. وخلي بالك ان انا شايل منهم حاجه مهمه جدا، انا ما باكلش حراق، والاكل المكسيكي بطبعه حراق، فبرضو ايه عشان ما اظلمهمش قوي لازم اقول كل حاجه يعني. ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده، انا بجد استمتعت وهكمل البرجر رغم ان انا بحبه مستوي اكتر من كده شويه.